لقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيين احتياطيها من النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوا من الريالات اليمنية إلى السوق. إننا ندرك جميعاً أن الريال اليمني الذي هو عنوان اقتصادنا لا يدار من مركز واحد. هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين، هناك عبث حوثي ما يهدف لتدمير بلادنا ومؤسساتها الوطنية. في الأسبوعين الأخيرين كلف الحوثيين بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل أنحاء اليمن وبأي سعر كان، ويكفي أن نشير إلى موقف الصرافين الذين أغلقوا شركاتهم ومحلاتهم متهمين جهات مسؤولة وراء هذا الانهيار. ولم تكن هذه الجهات المجهولة وفقاً لمعلوماتنا ومعلومات غيرنا سوى الحوثيين، لقد أخرجوا ما كانوا قد استغلوا عليه من العملة المحلية من خزائنهم ليشتروا بصورة بشعة الدولار أياً كان سعره. هناك أسباب أخرى، من أهمها توقف تصدير النفط إلا من القليل منه من حضرموت ودفعة أولى من شبوة. كان النفط والغاز يمثل المصدر الرئيسي لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا، وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية في سوق الصرافة، مع بقاء الاحتياجات من النقد الأجنبي على ذات المستوى مع الزياد المستمر في عدد السكان. وهناك سبب آخر، وهو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. هذا الأمر كان واضحا لنا ولكل المختصين من خلال مؤشرات الصرف والإيراد في الموازنة العامة المقدمة لهذا المجلس في مطلع هذا العام، وما يعنيه ذلك من اللجوء الاضطراري إلى مصادر تضخيمية قد ألقى ذلك بظله على سعر صرف الريال. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك سبب مباشر وهو دخول تجار النفط على خط المضاربة للحصول على الدولار والتجارة بسلعة النفط. سلعة النفط تعطي أرباحاً كبيرة نسبياً قياساً بالسلع الأخرى، وقد قررنا توفير احتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط، والإجراءات بدأناها منذ الأمس. قد زادت عمليات الاغتيال بسوء الأحوال الأمنية في المحافظات المحرة، وانتشرت الفوضى وأعمال النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة للأسف الشديد. تمر العاصمة المؤقتة عدن بوضع لم تشهده من قبل.